السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله الكل يكون بخير. اليوم إن شاء الله جبت لكم الفقاس صغير المالح أو الفقيقسات، كل واحد شنو كيقول ليه، بواحد الطريقة سهلة وكيجيو غزالين مقرمشين دغيا كيوجدو، ما فيهمش مكونات بزاف. كنحتاجو فيه 125 غرام زبدة، جوج ديال المثلثات ديال الجبن، ملعقة ديال الملح، ملعقة الإبزار، هادو معالق صغار، ملعقه كبيره ديال الخردل، فص ديال الثوم محكوك مزيان، وملعقه صغيره ديال الفلفل الحار او الهريسه كما كنقولوا ليه، ونصف علبه ياغورت مسوس، و500 غرام ديال لافارين، والماء لجمع العجين ماء عادي بارد. انا هنا غنضوب المقادير، يعني هادو المكونات العاديه، انا غادي نزيد عليهم داكشي. شبه حطيت ياغورت كبير، نتوما غتحتاجو نصف علبة صغيرة بدون سكر. أول حاجة كناخد الزبدة، تكون بحرارة المطبخ، تكون لينة، ماشي مشكلة بديتو بلا فارين. أنا بغيت نبدا بالمكونات الصغار، نمزجهم مزيان عاد نزيد لافارين. مهم حطيت الزبدة في الطبسيل، وغنزيد عليها الفخوماج. كما كتشوفوا ضروري الزبده تكون بحراره ديال المطبخ، تكون يعني مطلوقه. عفوا هنا نسيت الزيت، ندير واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، هو اللي كيعطي ديك القرمشه للفقيقسات والمثلثات ديال الجبن. هنا الجبن اللي بغا تزيدو زيدوه، انا قلت لكم دوبلت المقادير، درت ربعة. غنخلي لكم المكونات في صندوق الوصف، غنحط جميع المكونات. هنا درت معلقة، كل شيء معلقة صغيرة الا الخردل، درت منه معلقة كبيرة. حتى الهريسة ما كثرتهاش لان ما غادي نقسمهم، غادي نعزل ديال الهريسة اللي غنزيد فيها الهريسة باش تكون حارة. الملح حتى هي زدتها، لان في الاول قلت لكم معلقه صغيره، بما اني ضوبلت المكونات زدت الماء، زدت الملح. كيجي زوين، كيعطي واحد الكميه تبارك الله لا باس بها، حنا كنحتاجوهم دائما يكونوا عندنا في الدار. يعني كتحط كل شيء مره واحده وكتميلونجيهم مزيان حتى كينسجموا. حاولوا ان هاد المكونات تحكوها مزيان باش ما تبقاش محبه لكم وسط من العجين. صافي، هنا كندير لافارين مره واحده، كندخل المكونات مزيان في لافارين قبل ما نزيد الماء، حتى كنحس بان صافي انسجمات ليا مع الدقيق. صافي، كنبدا نزيد الماء بشويه بشويه حتى كنجمع العجينه ديالي. هنا جمعت العجين، ما دلكتها ما حتى شي حاجه، غير كنجمعها كتكون رطبه ما تكونش قاصحه. كنقسمها على الاشكال اللي بغيت ندير. انا هنا غندير ثلاثه ديال الشكيلات، ثلاثه ديال عفوا ديال النكهات، والاشكال كيبقاو اختيارين طبيعة الحال. كل وحده غندير ليها نكهه. الا بغات تخليهم غير بحال هكا، راه فيهم واحد الريحه زوينه ديال الموطارد ديال الثومه ديال الهريسه، فيهم مذاق زوين. غير باش نزيدو نركزو كل حاجه والنكهه ديالها، غادي نفرقهم. الاولى خديتها غنزيد فيها الزعتر، خديت شويه ديال الزعتر، ما طحنتوش بالزمي، طحنتو غير شويه ما طحنتوش بزاف باش كيبقاو دوك الوريقات باينين.
كندخل الزعتر في العجينة. كنحصل على هذا الشكل. العجينة الثانية غنزيد فيها التحميرة او الفلفل الاحمر الحلو او الحار، اللي عنده حار بلا ما يزيد الهريسة. انا عندي هذا حلو، زدت الهريسة، زدت معلقة ديال الهريسة باش كتعطيني ديك النسمة ديال الهريسة حارة. اللي بغى يدير اكثر يدير، ماشي مشكل، كل واحد على حسب التحمل ديالو ديال الحار. كندخلها مزيان في العجينة حتى هي. صافي، ها هي انا كتبان لكم ان اللون ديالها تبدل، يعني حصلت على وحده بالزعتر خضراء وواحده حمراء بالفلفل الحار، وحده خليتها طبيعيه لان مازال غندير فيها المايونيز. صافي، من بعد كنبدا نديرهم واحد شويه في الثلاجة حتى كيشدوا راسهم، وكنبدا نشكل فيهم. هنا خديت هذيك الاولى العاديه اللي ما فيها حتى شي حاجه، فيها التوابل اللي خدمناهم في الاول، كنسرحها. يعني ضروري ما تدخلوهم الثلاجة يشدوا راسهم، لان الزبده كتكون مطلوقه ولا كان الجو حار شويه كتمحن في الخدمه. نديرهم حتى ثلث ساعه في الثلاجة يشدوا راسهم ونخدموهم. صافي، سرحتها هنايا، كنرققها ماشي بزاف وانما شويه، واحد نصف سنتيم. من بعد صافي ملي سرحتها غادي نهادي، غادي نزيد عليها لا موطارد، يعني الخردل من الوسط. تقدروا ديروا لا غير الزعتر، تقدروا ديروا غير لا موطارد بوحدو، تقدروا ديروا الهريسه من الوسط، الزيتون، هذا الشكل يعني تقدروا ديروا فيه اي حاجه ماشي مشكل. انا درت ليه الموطارد ورشيت عليه شويه ديال فرماج او الموتزاريلا اللي موجود عندكم. هنا راه ما كثرت، درت غير شويه لان كيخرج ليا من الجناب، درت غير شويه ما بغيتش نكثر. صافي، كم داروا ليها من التحت رقيقه، كنحصل على واحد الرولو طويل وما يكونش غليظ بزاف. يعني كندير حرد اربع دورات. صافي، وكنحبس. كنقطع، كندير على هذا الحجم كنقطع. اللي بغى يدير على شكل بالمي كيجيب الجهه الاخرى عند هذه كيلاقيهم ويقطعهم حتى هو كيشكل زوين. كنبقى تنكمل الرولوات اللي عندي كاملين بهاد العجينه البيضاء. صافي، هنا كنلصق لهم هذيك التلاقيه، يا اما ندير لهم شويه الدقيق والماء، يا اما ندير بيض البيض، اولا نسدهم غير بايدي. انا راه هنا غير سديت غير بايدي، شي وحدين درت لهم بيض البيض، يعني كاين تبارك الله الطرق. صافي، دخلتهم الثلاجه يشدوا راسهم شويه. سرحت هذيك اللي فيها الفلفل الحار ولا الهريسه، سرحتها حتى هي مزيان، يعني بلا طابع بلا حتى شي حاجه، تخدموا غير بالجراره ولا غير بالقطاعه ديال البيتزا بلا ما تحتاجوا الجرارات. كنحاول نقاو ليها الجناب. كنقطعهم على اشكال مستطيله متساويه.
كنقلب العجينه وكنعاود نقطعها على الجهه الاخرى. هنا كنديروا مربعات صغار صافي، كتقجوهم على شكل بابيون. بغات ديرهم صغار بغات ديرهم، لكن افضل من الافضل ديرهم صغار ما يجوش كبار شويه. انا هنا كبرتهم شويه ولكن في الاخر عاود صغرتهم. كما كتشوفوا دهنتهم بيض البيض ورشيت عليهم الخشخاش، حبوب الخشخاش او البافو كما كيسميوه، كيعطيو منظر زوين غزال، يعني اشكال بسيطه. خديت العجينه اللي فيها الزعتر قطعتها على اشكال اعمده بحال العويدات بحال الفريت، كيعجبوني هذاك الشكل اللي داير بحال الفريت، كيجي الشكل ديالو زوين المنظر ديالو زوين وغزال. ما نحتاج ليها لا طابع لا حتى شي حاجه. والفران ما يكونش سخون بزاف لان هادو دغيا كيطيبوا دغيا كيتحرقوا، ما نكونش مجهده الفران بزاف. صافي هنا كنبقات كنكمل العجين اللي عندي. من بعد دهنته بشويه ديال البياض البيض وزدت عليه شويه ديال الزعتر من الفوق باش كيعطيه حتى اللون، كيزيد اللون كيولي خضر بزاف. هادو كل الجوانب ما غنحيدهمش ماشي مشكل، يبقاو بقات شي حاجه قليله ماشي مشكل تجي مخسره. هنا خديت الشكل الاولاني قطعته بالمقص، جاتني افضل وسيله هي المقص، سريعه وحسن من الموس حسن من الخيط، كيجي الشكل ديالهم زوين. بقاو معايا تنشوفوا الشكل النهائي ديال الاشكال كامله اللي صوبنا اليوم، كنتمنى تجربوهم. كما قلت لكم الفران يكون مسخونش بزاف باش ما يتحرقوش ليا ما ياخذوش ليا الصهد بزاف. اذا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الفقيقسات المالحين او المملحات ديالنا، كيجيو غزالين مذاق كيجي روعه. هادو العويدات بالزعتر، هادو الدوائر اللي بالفروماج والموطارد، وهادو لي بابيون. درنا البابيون درنا هاد الشكيلات المثلثات كيجيو روعه. كنتمنى لاول مره غيزو القناه ديالي كنتمنى يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ويكونوا هاد الفيديوهات خفاف على قلوبكم. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده باذن الله.